غليان في الشارع العراقي سببه التخبط الواضح كما وصفه اقتصاديون في قرارات البنك المركزي العراقي أمام الأزمة الاقتصادية، حيث اعتبر مختصون أن رفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ما هو إلا احتيال من الجهات السياسية المسيطرة على إدارة البنك المركزي العراقي من أجل الاستفادة ماليا على حساب انهيار الدينار العراقي. أغلب مكاتب الصيرفات بالعراق هي تعود للأحزاب، فهذا الانتفاع كله يعود للأحزاب. أما ارتفاع سعر الدولار في العراق وبهذه الفترة القياسية لا يوجد إلى أي سبب مقنع. مراقبون ومحللون اقتصاديون هاجموا البنك المركزي العراقي لتعامله بفئوية مع المصارف الأهلية، واصفين المصارف التي يتعامل معها البنك المركزي العراقي بأنها دكاكين للأحزاب المتنفذة في العراق. أكيد راح يكون هناك خلل في البنك المركزي العراقي لسبب بسيط. أولا، من يترأس البنك المركزي العراقي هو تابع للأحزاب، أكيد هناك تعامل مع باقي الأحزاب والكتل السياسية والتلاعب بقيمة الدولار والإعازة إلى صرف إلى مصارفهم أو تكاكينهم الخاصة بهم داخل العراق. يؤكد مقربون من البنك المركزي العراقي أن اقتراب الانتخابات جعل الكتل السياسية مصرة على رفع سعر الدولار من أجل رفع قيمة مخزونهم من العملة الصعبة، بالتالي الاستفادة من الفرق الحاصل بالعملة في الترويج والحملات الانتخابية الخاصة بهم على حساب انهيار الدينار العراقي، الأمر الذي دفع بالمواطنين بمحاسبة المسؤول عما وصفوها بالمهزلة الاقتصادية. عيسى كاظم، قناة الفلوجة.